أهلا بكم. قال وزير المالية محمد معيط إن أقساط الديون العامة وفوائدها خلال العام المالي الجاري ستتجاوز 800 مليار جنيه، مشيرا إلى أن مصر تعاني من صعوبات بسبب ارتفاع أسعار النفط. ورغم ضخامة الرقم، خاصة إذا ما قورن بإجمالي المصروفات في الموازنة العامة الحالية والتي تبلغ نحو 1400 مليار جنيه، فإن مصر حصلت في الأيام الأخيرة الماضية على موافقات على قروض جديدة من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار ومن البنك الأسيوي بقيمة 300 مليون دولار، وهو ما يراه مؤيدون ضرورة اقتصادية تهدف لضخ استثمارات عاجلة، بينما يراه معارضون خطرا متصاعدا. دعونا نشاهد المزيد من المعلومات ثم نفتح النقاش. ينضم إلينا من واشنطن محمد سليمان، الباحث في العلوم السياسية بجامعة جورج تاون. مساء الخير أستاذ محمد، وأهلا وسهلا بحضرتك. يعني بداية، يعني صندوق النقد الدولي يقول في تقريره السنوي بأنه يتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 5.3 خلال هذا العام الحالي، ولكن إذا ما قارنا حجم الدين الذي تحدث عنه مباشرة وزير المالية محمد معيط، الذي قال أنه الاستحقاق على مصر هذا العام يتجاوز 800 مليار جنيه، مع نسبة النمو هذه، ما هو الذي سيتبقى، ما هو المبلغ الذي سيتبقى لخزينة الدولة لتغطية الاحتياجات وربما سد العجز؟ أهلا بك يا أول. زي ما حضرتك ذكرتي، هو انه في عجز موازنه بيزيد، في حجم استدانه بيزيد، ولكن ده بياتي مع نمو في النمو المصري الكلي. ده نابع من استثمار قوي في البنيه التحتيه، توسع في قطاع الطرق والخدمات، فده كله بينعكس على زياده الجي دي بي او حجم الدخل القومي. فيما يتعلق بتمويل الدين، مصر وقعت اتفاقية مع البنك الدولي في بالي، تم الإعلان عنها عن طريق الوزيرة سحر الناصر، بأنه مصر ستحصل على 3 مليار دولار. جزء من التنقل ده جاي من ارتفاع أسعار النفط العالمي. مصر دولة مستورد صافي للطاقة فيما يتعلق بالوقود، الموازنة المصرية مصممة لتتحمل سعر برميل 67 دولار للبرميل، النهاردة السعر الدولي وصل إلى أكثر من 80 دولار، ده معناه أنه في فرق حوالي 13 دولار، وكما ذكر الوزير محمد معيط، لكل دولار فرق في أسعار النفط بينعكس على 4 مليار جنيه في العجز الكلي، فبالتالي ده هيؤدي إلى استدانة أكثر، هيؤدي إلى مصر هتطرح سندات في الأسواق الأوروبية والأسواق الأمريكية للحصول على تمويل.
طيب هذا كيف سينعكس على حياة الناس؟ من ناحية تقول الأرقام بأننا نحقق نموا معقولا 5.3 هذا العام، 5.6 للعام المقبل، كيف سينعكس هذا على الموازنة وعلى حياة الناس؟ هنعكس انه الحكومه محتاجه تدور على سبل التمويل بشكل محلي، لن يتم اللجوء للاستدانه من المنظمات الدوليه زي البنك او الصندوق بشكل كامل. سينعكس على انه في تحرير لاسعار النفط، لانه كل ما بيزيد سعر النفط ده هينعكس على السوق المحلي، يعني الحكومه بتضطر تستدين ويبقى بيؤدي الى عجز في ميزان المدفوعات، وهي اللي بتبقى بتدفع تكلفه دعم الوقود، فيؤدي الى رفع تكلفة الوقود على المصريين. الشيء الآخر هو زيادة رقعة الضرائب، إنه أي حكومة في فترة استدانة أو فترة احتياج مالي بتؤدي إلى أو بتقوم إلى برفع الضرائب، سواء بتوسيع الرقعة الضريبية، سواء بفرض ضرائب معينة على قطاعات مفروض يتم دمجها، سواء كان مع القطاع العقاري بنتكلم على المواد المالية يعني وما شابه. حضرتك ذكرت نقطتين، يعني النقطة الأولى إما إيجاد بدائل عن الاستدانة من المنظمات الخارجية، هذا علما أنه الدين الداخلي اليوم يعني تجاوز 276 مليار، هذا بشكل عام الدين الخارجي والداخلي، فمن أين قد تحصل اليوم مصر على مصادر للتمويل سوى ذلك؟ وتحدثت أيضا عن فرض الضرائب، فهل اليوم المنظومة الاقتصادية الحالية بوضعها الحالي هل بإمكان المواطن أن يتحمل برأيك أعباء المزيد من الضرائب في الوقت الذي لا ينعكس فيه النمو لا على معدل البطالة ولا على نسبة التضخم؟ بنتكلم على اكثر من 7 مليون مواطن مصري بيعملوا بالجهاز الحكومي، وبالتالي هي مرتبات ثابته، مرتبات مش مرتبطه بالتغير السوقي او بتغير الوضع الاقتصادي، مش مرتبات مرتبطه بالقطاع الخاص وانه في اسعار سوق وبالتالي بيتم التطبيع معاه، فاكيد في جزء كبير جدا من المواطنين سوف يتم يعني ستاثروا فيما يتعلق برفع كلفه الوقود، فيما يتعلق برفع دعم كلي، او فيما يتعلق بزياده ضرائب. ده بكل تأكيد ستكون الفاتورة الاجتماعية بسبب تلك الإجراءات الإصلاح الاقتصادي أو ما شابه من الإجراءات المتطلبة لخفض العجز الموازنة، هيكون منعكس بشكل واضح على الطبقات الوسطى والطبقات الأكثر فقرا في المجتمع، وإنه شبكات الحماية الموجودة حاليا قد يكون عليها كثير من الجدل إذا كانت قادرة على توفير حماية اجتماعية للطبقات الأكثر احتياجا. طيب أيضا استوقفنا يعني هذا الخبر، ويريت أفهم منك بالبداية ما معناه وما هي دلالاته وكيف سيؤثر أيضا على الوضع الاقتصادي، حيث ألغت وزارة المالية مؤخرا ثلاث عطاءات لسندات الخزانة لأنها اعتبرت أن الفوائد غير منطقية. ده انعكاس لاوضاع الاقتصاد الدولي، حضرتك عارفه انه الخزينه الامريكيه البنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي زاد سعر الفائده الامريكيه، وطبعا دي اول زياده من حوالي مثلا 10 سنين، وامريكا هي الدوله التي تتحكم في مسار العملات النقديه، لان الدولار هو العمله النقديه المسيطره على مسار الاقتصاد الكلي، وبالتالي المستثمرين سيلجاوا للدولار لانه هي عمله اكثر اتزانا اكثر امانا، وعليها 3% النهارده سعر فائده، وده بينعكس على دوله زي مصر وعلى دوله زي تركيا وعلى دوله زي ماليزيا انه الاستدانات بتاعتهم هتبقى اسعارها اعلى، وبالتالي ده بينعكس في زياده عجز الموازنه، فده ادى الى انه وزاره الماليه لغت عدد من العطاءات لانه شافت انه في نوع من الاستزاده او في نوع من التضخم في سعر الفائده المطلوبه من المستثمرين اللي بيستثمروا في ما يسمى بالديون. طب ولكن يعني ما هي إذن خيارات مصر؟ ما هي اليوم تحصل على العملة الصعبة من خلال طرح تلك السندات، وبالتالي ترك السوق مفتوحا، لست خبيرة اقتصادية ولكن أستطيع أن يعني أستنتج أنه طرح السندات بهذه الكثافة أكيد سيكون مطمع للمستثمرين، خاصة إذا ما عرفت أنه هذه الدولة ليس بإمكانها أن تقدم سوى تلك السندات لحماية اقتصادها الذي يعاني في الوقت الحالي. تاني يعني الظرف الاقتصادي الدولي بيقول ان الدول النامية كبيرة زي مصر وتركيا الارجنتين بتمر بحالة من حالات
الاحتياج المالي لتمويل عجوزات موجوده في الموازنه. احنا مش بعيد عن اللي بيحصل، احنا محتاجين في سندات الديون، ده شيء متعارف عليه لتمويل احتياجات الموازنه خصوصا من النقل الاجنبي، لان عندك احتياجات خاصه بالاقتصاد، احتياجات خاصه بواردات معينه الاقتصاد بيحتاجها، وبالتالي تمويلها شيء اساسي وشيء ضروري. اللي كان بيحصل الفتره اللي فاتت انه سعر الفائده الامريكيه كان رخيص، وبالتالي الاستثمار في اذون الخزانه لدول زي مصر كان متاح وكان رخيص جدا. احنا عارفين انه مثلا السندات اللي باليورو رخيصه جدا، التقييد تكون اقل من 1%، وده جزء، ده نوع من التمويل الرخيص لعجز الموازنه. الدوله بتمر بعجز موازنه كبير، احنا بنتكلم على موازنه تتجاوز التريليون و2 من عشره، في حين انه الموارد حوالي 850 ل 900 مليار جنيه. في فرق موجود، الفرق ده بيغطي فيما يتعلق بواردات، فيما يتعلق بوقود، وهو اعتقد ان الوقود هو الشيء الاساسي فيما يتعلق بالازمه المصريه. إلى أي مدى تأخذ الحكومة الحالية مستقبل الأجيال القادمة اليوم في مصر مع تراكم هذه الديون وغياب المشاريع الاقتصادية ذات العائد؟ يعني حضرتك ذكرت في بداية الكلام بأنه التحسن الذي سجله ربما المؤشر الاقتصادي نتيجة التوسع بالخدمات، شبكة الطرقات، البنية التحتية وغير ذلك، ولكن هذا كله ما هو مردوده المادي على المواطنين، وما يعني كيف ستكون نتائج هذه السياسة وتراكمها بالسنوات المقبلة على الأجيال القادمة؟ اي ارتفاع في الدين هو اكيد شيء خطر، هو اكيد هو شيء يجب دراسته. والحكومه في بيان، البيان تاسيس البيان الرئيسي لمصطفى مدبولي كرئيس لمجلس الوزراء، تحدث على الدين، تحدث على تشكيل لجنه للتعامل مع ازمه الدين، على خفض الدين الخارجي. هو الدين الخارجي هو الاكثر الحاحا دلوقتي، احنا بنتكلم عن اكثر من 92 مليار دولار حتى بعد فترة الإصلاح الاقتصادي، حتى يبدو أن الرقم ليس ذاهب إلى انتقاص، يبدو أن الحكومة محتاجة مصادر التمويل زي ما حضرتك ذكرتي في المقدمة. فيما يتعلق بالأجيال القادمة، أكيد احنا بنتكلم على أنه مبلغ ضخم، مبلغ كبير في دولة ميزان، يعني الموازنة العامة بتاعتها حوالي تريليون واتنين من عشرة بالجنيه المصري، وبالتالي احنا شايفين الفرق كبير جدا. حضرتك تحدثت أكتر من 600 مليار جنيه فيما يتعلق بخدمة الدين، رقم ضخم جدا، رقم هينعكس على المرتبات، هينعكس على بينعكس على الطبقات الأكثر فقرا، بينعكس على التعليم، بينعكس على الصحة، الاستثمار الحكومي، فده أكيد كله بيؤدي إلى إنه الوضع مش أكثر إشراقا بالنسبة للأجيال القادمة. طيب ما هي ربما السياسات الإصلاحية التي يجب أن تتبناها مصر اليوم للتخفيف من وطأة هذه الآثار على المستقبل؟ التوسع في إيجاد موارد داخلية لتمويل عجز الدين. طبعا ده كلام قد يكون فضفاض، ولكن هو ده الحل الواضح والحل الاكثر الحاحه النهارده، ازاي تخلق موارد داخليه للتعامل مع ازمه الدين. احنا النهارده بنتكلم على عمله، بقى العمله المصريه بقت في موقف صعب بعد تحرير سعر الصرف، احنا بنتكلم على 17 جنيه تقريبا بالنسبه للدولار، وبالتالي العجز بيزيد بالنسبه للدخل القومي. ده الحل الاسهل ان احنا نفرض ضرائب، لكن الاكثر استدامه ان احنا محتاجين نحول هيكل الاقتصاد المصري من هيكل خدمات الى هيكل، في هيكل تصنيعي، هيكل معتمد على قطاعات تكنولوجيه قابله للتصدير، هيكل يبقى مرتبط بالاقتصاد الدولي اكتر منه. محتاجين نوفر فرص عمل كبيره جدا بالنسبه لعدد من الشباب، احنا النهارده بنتكلم عن اكتر من 50% من المجتمع المصري من سن 15 سنه لسن 30 سنه، ده رقم كبير جدا، محتاج تخلق فرص عمل. كل ده بينعكس على الارقام بتاعتك، بينعكس على الموازنه، بينعكس على التمويل. أشكرك جزيل الشكر محمد سليمان، الباحث في العلوم السياسية، كنت معنا من واشنطن.